مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. تستمر مستويات الاسعار في نطاقات مرتفعه بالرغم من الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم في عدد من بلدان العالم، ويلقي التصعيد في الحرب في اوكرانيا باثار وخيمه على الامن الغذائي في العالم مع استمرار الشكوك في متانه اتفاق الحبوب بين روسيا واوكرانيا برعايه امميه على ضوء معطيات الحرب، كما تشكل هذه الحرب مع تصعيدها عنصرا مربكا لنمو الاقتصاد العالمي وتجاوز حاله الركود المزمن. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وينضم إلينا أيضا الأستاذ بدر الزاهر الأزرق أستاذ الاقتصاد وخبير في قانون الأعمال. ضيفي الكريمين أهلا بكما. أستاذ عبد العزيز الرماني، معطيات الاقتصاد العالمي في الواقع بالرغم من معطيات إيجابية لنقول تأتي من الصين مع إعادة فتح الاقتصاد وحتى الجهود التشديدية، تشديد السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كعنصر سلبي يبطئ الاقتصاد العالمي أو يؤثر سلبا على عدد من الدول، مع كل هذه المعطيات مستويات الأسعار تبقى مرتفعة بالرغم من أنه هناك يعني معطيات إيجابية بالنسبة للتضخم. ماذا عن حالة المغرب؟ طيب، كما شخصتم صديقي سي محمد، الواقع يسير في هذا الاتجاه لأن العالم لا يخوض حربا بالسلاح فقط ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن يخوض حروب أخرى متعددة، منها حرب الأثمنة والأسعار خاصة بالطاقة والغذاء، منها حرب الإمدادات والشحن والنقل، وهي حرب قوية جدا لأن الآن الممرات تجد صعوبة في الوصول، ومنها من طبيعة الحال حرب الغموض اللي تكلمت عليه بواحد الطريقة، وحرب الشك إلى أين يسير العالم، وهذه كلها تضخم، هذا اللفظ العربي تضخم معناه أنها تزيد وتعمق جراحات الاقتصادية العالمية، وبالتالي تؤثر على المؤشرات ومنها مؤشرات التضخم. نعم، 2023 رغم تشاؤم البنك الدولي هو يسير يعني في العالم يحاول باجتهاداته البنكية والمالية والمعاملاتية التحكم في مؤشرات التضخم. المغرب من جهته قام بنفس التوجه مع رفع سعر الفائدة لكي يتحكم في الاستقرار الحالي يعني مؤشرات خاصة مؤشر التضخم. لكن بالنسبة لغلاء الأسعار عندنا تحديات ربما تختلف عما هو موجود في جهات أخرى، نتكلم عن الجهات العالمية. عندنا أننا حينما خرجنا من أزمة سلاسل الإنتاج والإمداد وغير ذلك بسبب مؤشرات كورونا، حاول الاقتصاد المغربي أن يتحسن نسبيا، من الله تعالى أعطانا الشتاء مرحلة من المراحل، لكن الأمور انقلبت في اتجاه أولا الحرب الروسية وتأثيرها الغذائي والطاقي وغير ذلك وعلى الأسعار طبعا، والتالي أيضا الجفاف الذي أضر أثقل يعني اجتمع لنا بواحد القوة، والآن الحمد لله مع هذه التساقطات نسير في تحسن بالنسبة للكلاء مثلا، بالنسبة لتوفير الماء. لكن الأسعار عندنا تحديات أخرى، نحن مقبلون على شهر رمضان، نحن مقبلون على العيد الأضحى في فترة من الفترات المقبلة، هناك ارتفاع على مستوى بعض المواد الأساسية، المواد التكميلية، المواد الحرة، اللحوم، معناه نعم هناك ارتفاع. اجتهاد الآن المطلوب منه طبعا هو اجتهاد الحكومي باش نواجهه رمضان، باش نواجهه بالوفرة والتموين، نواجهه بزجر الغش والتلاعبات في الأسعار، نواجهه بالدعم الحكومي طبعا من أجل خلق والتخفيض من بعض الاتجاهات يعني بحث عن التوازنات، يعني ما نتكلمش على الضريبة ولا على الاستيراد ولا على كذا، أنا أتحدث الآن عن طيب. العموميات. إذا ما نحن سرنا على هذا يعني ما يمكن أن أسميه سي محمد بالاجتهاد الحكومي، فالمغرب سيكون إن شاء الله في منأى أو عن هذه المشاكل. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الرماني. أستاذ بدر الزاهر الأزرق، أي تحليل يمكن القيام به لمعطيات الظرفية الاقتصادية المغربية وأيضا معطيات السياق الدولي صلة بموضوع الأسعار وكيف يمكن أن تتطور في العام 2023؟ تحدث ضيفنا من الرباط الأستاذ عبد العزيز الرماني عن
فترات استهلاكية مهمة جدا. نتحدث عن رمضان، نتحدث عن عيد الأضحى، وأيضا الموسم السياحي مستقبلا. كيف يمكن أن تتطور الأسعار؟ أظن أننا لازلنا نعيش أثار الصدمة التضخمية، بالرغم من كل ما قيل وما يقال على أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة تباطؤ، وهناك تراجع للطلب الخارجي على الخدمات وعلى المنتجات والطلب العالمي ككل، وأن هناك إجراءات من طرف البنوك المركزية والبنوك الفيدرالية من أجل رفع أسعار الفائدة والتحكم في نسب التضخم. للأسف كل ما قيل عن هذا الأمر هو إلى حدود الساعة هو واقعي، ولكن ليس لديه أثر كبير على الدفع باتجاه استقرار الأسعار، ولا أقول تراجع الأسعار، لأنه من الصعب أن تتراجع الأسعار بالشكل الذي نتوقعه أو أن تعود إلى مستوياتها السابقة. فعندما يستقر التضخم وعندما تستقر ارتفاع الأسعار، فإنه يستقر بشكل نهائي تقريبا. تكون هناك بعض المراجعات أو التراجعات الطفيفة، ولكن لا تكون العودة إلى الأثمنة الأصلية أو المرجعية التي كانت قبل التضخم. للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم. لازلنا نعيش، هل هذا واقع عام بمعنى أن الأسعار لا تعود إلى الوراء؟ لا، لن تعود إلى الوراء، ولو كانت ستعود إلى الوراء لكنا قد عدنا إلى أسعار ما قبل الأزمات السابقة. اليوم مطمح الحكومات ومطمح الحكومة المغربية ومطمح كل الأبناك المركزية والفيدرالية هي التحكم. فحينما نقول أننا في هذه السنة نحن نطمح إلى أن تكون أو يكون التضخم 2% أو 4%، فده لا يعني تراجع للتضخم، بل هو ارتفاع للتضخم بنسب 2%، وهي نسب مقبولة شيئا ما كما كانت في السنوات الماضية، حيث كان التضخم غير محسوس نسبيا إذ كان مستقرا عند نسب 2% و3% و1.5%. إذن هذه الزيادات كانت مقبولة شيئا ما، ولم تكن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية كما حدث اليوم. ونحن نرى بأن في المغرب فقط هناك نسب التضخم تراوحت بين 6% و10% و8% في بعض الأشهر، وهناك دول بلغت 60% و70%. يعني كان هناك ارتفاعات قياسية هي التي جعلت هذه الأسعار تتضخم، وبالتالي اليوم نحن لازلنا نعيش آثار هذه الصدمة. طيب، نحاول تصريفها على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي أيضا، ولكن لازلنا سنعيش أشهر طويلة تحت وقع ارتفاع الأسعار إلى حين أن تكون هناك استقرار في نسب التضخم. ولكن بالموازاة مع ذلك يجب التفكير في حلول محلية لدعم القدرة الشرائية التي تضررت بشكل كبير، لأن من هنا إلى السنة المقبلة سوف يكون هناك تهاوي للقدرة الشرائية بشكل كبير أكثر مما رأيناه خلال السنة الماضية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تضخم، لأن اليوم الحكومة هي مقبلة على رفع نظام الدعم المباشر الموجه للغاز والموجه لبعض المنتجات مثل السكر والدقيق وغيرها، وهي مقبلة على إقرار نظام دعم جديد، وبالتالي هناك من الطبقات الفقيرة التي سوف تستفيد، ولكن هناك طبقات أخرى كالطبقة المتوسطة التي سوف تتضرر جراء هذا القرار. طيب، وبالتالي يجب التفكير في حلول بديلة في مقدمتها هي مراجعة منظومة الأجور ابتداء من سنة 2024 على الأقل، لأن في هذا الأمر هو توجه لدعم القدرة الشرائية وعلى الأقل تأمين مستويات مقبولة من الطلب الداخلي على المنتجات المغربية. شكرا لك أستاذ بدر الزاهر الأزرق. أستاذ عبد العزيز الرماني، في تقديرك هل استمرار أسعار المحروقات في المحطات في مستويات مرتفعة سيستمر أيضا في الضغط بشكل سلبي على الأسعار، على أسعار كل الخدمات، على أسعار كل المنتجات؟ هذه معاملة يعني مرتبطة يعني مع بعضها. لما كنتكلموا على أثمنة الوقود بصفة عامة فله تأثير على النقل، على الشحن، على الخدمات، على كل شيء، ومن طبيعة الحال ينعكس على كل. ولكن دعني باش ما نكونوش جد متشائمين، وأن لا أقول بأن بعض الأسعار لن تتحسن. الآن عندنا موجة من البرد قاسية على الفلاحة، وبالتالي الأسعار اللي كنسمعوها الآن في السوق المغربية، كنتكلم بالخصوص على الطماطم، على البصل، على البطاطا، على غير ذلك البطاطس، يعني كل هذه الأسعار هي مرتبطة بالموجة الحالية. طبعا إذا أضفنا إليها قضية الشحن والنقل اللي أصبح غالي، يعني مني كتجي النقل من أكادير إلى الرباط مثلا أو إلى الضربدة، فهذا يكلف حوالي 2500 و3000 إضافية، من طبيعة الحال تنعكس على أثمنة
يعني الخضروات والأسعار، ولكن إذا ما تحسن الوضع الفلاحي مثلا والرباط ولا هو بالحوامض ديالو والفلاحة ديالو يضغط على المنطقة ديال الضرب، إذا هنا نقول وي يعني غتحسن شوية بعض الأسعار في الخضر. أنا أتحدث على الخضر الأولى. اللحوم مثلا اللي هي مرتفعة بزاف يمكن تعرف تراجع، يعني إذا ما تدخلت الحكومة لتنظيم هذه الفوضى الحالية، يعني من طبع الحال ممكن أن يتم تنظيمها، ممكن تحسين وزارة الفلاحة تدخل وتحسن الأداء الفلاحي من طبع الحال حتى نواجهوا عيد الأضحى المقبل بشكل مزيان، نواجهوا رمضان المقبل بشكل مزيان. هنا نقول لك الأسعار غتراجع، وهذا الشيء راه شفناه في الدواجن، الدواجن كانوا وصلوا لواحد المبلغ اللي هو وتم التراجع من طبيعة الحال والتحكم بالسوق، معناه أن هناك أمل فلاحي مرتبط بالمطار مرتبط بكذا بالنسبة لهذه المواد، هذا شيء ضروري. لكن بالنسبة لباقي يعني لا التضخم الآن، يمكن الجهد اللي خصها تجتهد فيه الحكومة هو ضمان الاستقرار ديال التضخم، التحكم في الرقم، هذا ممكن أيضا. إذا هناك هوامش للتعامل. أما بالنسبة للوقود من طبيعة الحال منذ يعني بداية الدعم الموجه للمهنيين قلنا أنه دعم جزئي ومن طبيعة الحال ما كيحلش المشكل، المشكل الموجود هو الحل الموجود الآن هو اللي تعادله أوروبا، وهو الدعم في المحطات والدعم في الوجهة الضريبية والدعم في هوامش الربح، يعني تقليص هوامش الربح، تقليص بعض الضرائب المبالغ فيها، ومن طبيعة الحال الدعم يكون في المحطة. هنا أقول أيضا أننا سنتحكم في الأسعار. النقطة الأخرى المهمة جدا هي نتائج الحوار الاجتماعي، نحن نسير في اتجاه إصلاحات لا تتطلبها الآنية المرحلة، مثلا إصلاح التقاعد، المرحلة الحالية يجب التوجه نحو دعم القدرة الشرائية، وهناك حلول أيضا. النقطة الأخرى الحل الآخر هو الشراكات، نحن مقبلون إن شاء الله في شراكة جيدة مثلا مع حليفنا اللي هو إسبانيا قريب هذا الشيء إن شاء الله اتفاقيات. إذا تنويع الشراكات، تنويع الشراكة، ما نبقاوش في شراكات تقليدية نمشي نحو آسيا. شوف سي محمد البنك الدولي كيقول لك الفقر سيزداد، وإلا ما قالش بأنه ازداد أكثر، باش 100 مليون شخص أضيفت زادت في الأرقام المرتبطة بالأمن الغذائي، شكون المتضرر؟ قال لك البنك الدولي إفريقيا هي الأولى، آسيا هي الثانية، أمريكا اللاتينية أيضا. عاد زاتاني قال لك الفقر، الفقر 250 مليون اللي تزادت ديال الأشخاص طبعا، تزادت على مستوى من طبيعة الحال الأرقام طيب. المؤشرات الدولية المرتبطة. إذا هنا يجب أن ننتبه، يجب أن نؤمن بقدراتنا، بمواردنا، باجتهاداتنا، بشراكتنا، ولكن هذا دور حكومي طبعا. طيب عطفا على هذا الكلام أستاذ عبد العزيز الرماني، أستاذ بدر الزاهر الأزرق ضيفنا تحدث عن جملة من الأدوات المتوفرة والإمكانيات أيضا فيما يتصل بمسألة التحكم واستقرار الأسعار، لكن سؤال ما هي كلفة استخدام هذه الأدوات من لدن صاحب القرار الحكومي؟ طبيعة الحال الحكومة لديها كل الخيارات متاحة من أجل تلطيف على الأقل، ولا أقول الدفع باتجاه تراجع الأسعار، على الأقل تلطيف هذه الصدمة التضخمية. فمنذ أشهر طويلة ونحن نتحدث عن لماذا الحكومة لم تلجأ إلى المقايسة، إلى تسقيفها ومشر الربح، إلى مراجعة الضرائب على عدد من المنتجات بما فيها الوقود وبما فيها المحروقات. يعني كانت لهذه الإجراءات قد يكون هناك على الأقل وقع إيجابي شيئا ما على تلطيف الأسعار. ثم تحدثنا عن مراقبة المضاربات ومراقبة سلاسل التوريد ومراقبة مجموعة من التواطؤات المشبوهة أو هذه الشبهات التي سبق وأن تحدث عنها البرلمان والمجلس الأعلى للمنافسة. يعني كان بإمكان الحكومة أن تتدخل، ولا زال بإمكانها أن تتدخل على هذا المستوى. ورأينا هناك إجراءات أخرى من طرف البنك المركزي الذي توجه نحو مراجعة الفائدة المركزية وغيرها من الإجراءات. ثم هناك أشياء أخرى على المدى البعيد وليس على المتوسط والبعيد أيضا، كمسألة المخزون الاستراتيجي للمغرب الذي قد يمكنه على الأقل من مواجهة الندرة في حالة حدوث أزمات كبرى، وكذلك في التحكم نسبيا في الأسعار، لأن للأسف اليوم حين نرى
بأن مخزون الوقود في المغرب والمحروقات لا يتجاوز تقريبا شهر، يعني هذا يبقي على هشاشة في هذا البعد، هشاشة على مستوى التزويد وسلاسل التزويد، ولا على هشاشة على مستوى الصمود في وجه الأسعار. وبالتالي نرى بأن أسعار المحروقات في المغرب هي أكثر تقلبا وأكثر ارتفاعا من غيرها من الدول. للأسف لم يتم أي إجراء على هذا المستوى، ولكن نتمنى أن تكون هناك إجراءات في القريب البعيد. ما مدى الارتباط بالأسعار؟ نعم. ما مدى ارتباط هذا المعطى بالأسعار؟ أكيد نتحدث عن المخزون الاستراتيجي، فلو كان المغرب توفر على مخزون استراتيجي على الأقل من المحروقات اللي تتراوح بين 4 أشهر و5 أشهر، هذا كان يمكن المغرب من التفاوض على عقود آجلة بالنسبة للمحروقات بأثمان تفضيلية، وبالتالي هذا كان يعفي المغاربة من نسبة معينة من ارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية. نفس الشيء بالنسبة للمخزون الاستراتيجي بالنسبة للحبوب والمواد الغذائية، لأن الأمر ذاته. وبالتالي الحكومة هي مدعوة لأن تكون أكثر يقظة في هذا السياق، وأن تتوجه نحو على الأقل الاستثمار بشكل جدي وسريع في توفير مخزون استراتيجي للمغرب، لأنه سوف يؤمن الإمدادات في زمن الأزمة، وكذلك يمكنها على الأقل من التحكم نسبيا في نسب التضخم والأسعار كذلك في السوق المحلي. ثم كذلك يجب تفعيل ومسألة المراقبة والرقابة، لأن هناك دور المؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابية، ولكن هناك دور أيضا للحكومة في هذا في هذه المسألة. مسألة الرقابة هناك لديها صلاحيات واسعة فيها في هذا الأمر، ثم يمكن أن تتدخل عبر البوابة الضريبية من أجل مراجعة مجموعة من الضرائب المفروضة على بعض المنتجات المستوردة وبعض المنتجات المحلية. يعني هذا الأمر، يعني كما قلت، الحكومة لديها مجموعة من الصلاحيات من أجل على الأقل تلقيف هذه الصدمة التضخمية إلى حين زوال الأسباب الرئيسية التي كانت سببا فيها، وهي الأزمة الأوكرانية الروسية وغيرها. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الرماني، لا أدري إذا كان لديك تعقيب في سياق هذا الحديث، وأريد أيضا أن أفتح معك قوس بشأن الموسم الفلاحي الآن ومعطياته، وكيف يمكن أن يؤثر إيجابا على قفة المواطن. هذا القوس اللي فتحتي هو جزء من أساسي، يعني من التوجهات اللي خصنا نمشيو فيهم في المرحلة المقبلة. الحمد لله الله تعالى خفف علينا الضرر فيما يخص الماء، فيما يخص حقينا ديال السدود، فيما يخص الفرشات المائية، فيما يخص الكلاء، يعني الغطاء النباتي. الآن اجتهادات الحكومة من طبيعة الحال، ماشي اجتهادات، هي موجودة الآن، يعني هذا العمل كنعملوا به. مثلا التأمين الفلاحي غيمشيو فيه، لأننا مضطرين، ما كيبانش العالم العام الفلاحي بوجهه كما كنقولوا، فمن طبيعة الحال خفيف. وحتى التوقعات اللي توقعتها الحكومة في القانون المالي بالنسبة للمحصول الزراعي لا يبدو أنها تسير في الاتجاه اللي يمكن يطمئن. الآن الله تعالى خفف من الوطأة، فمن طبيعة الحال غنمشيو في الاجتهادات ديال وزارة الفلاحة بالدعم ديال الفلاحين، أيضا باش تخفف الأثمنة اللي موجودة في السوق حاليا ديال الخضر. الخضر راه أساسية ماشي تكميلية، راه غداء يومي. الأسعار الحالية مني كتشوف مطيشة كيمكن توصل ل 16 درهم و 15 ويمكن تكثر 20، راه رمضان مقبل. البصلة الآن حتى هي واصلة في الثمن ما بين 15 و 20، كتخرج من الجملة، من سوق الجملة كتخرج 9 دراهم، فمن طبيعة الحال راه رمضان مقبل. إذا في هذه المرحلة هذه يجب باش نمشيو نحو يكون عندنا التوازنات ديالنا، خاصة المأكولات الضرورية. الآن الفلاح الكسيبة ديالو احنا شفناها كيفاش كتنعكس بعض الحوايج على أسعار اللحوم الحمراء. إذا دعم الكسابة بالتوجيه بالمواكبة بكل ما يمكن، من خاصة المواد ديال العلف وغير ذلك، غيخفف الوطأة. هنا كنتحكموا في السوق وكيمكن نخلقوا بعض الهوامش ديال العودة للوراء. بالنسبة للوقود، نعم عندي تعليق، لأن الآن أوروبا شفناها كيفاش تعاملت، الولايات المتحدة شفناها، فهاد يعني الوقفة اللي عدم مواجهة غلاء ديال الوقود بالطرق اللي ضرورية، لأن ما بقاتش طرق ديال دعم المهنيين، المهنيين بحدهم ديال النقل بحال كتخوي الماء في الرملة. خاصنا نديروا واحد السياسة يستفد منها المهني وتستفد منها. هل هناك نقص في اتخاذ المبادرة والإمساك بزمام المبادرة في هذا الموضوع؟ أكيد سي محمد، هناك تردد، ما دخلناش، الحكومة لم تدخل في مفاوضات مع المهنيين ديال بيع الوقود، ماشي بالتقسيط، المهنيين الأساسيين المتدخلين الفاعلين.
هادو خصهم يدخل معاهم الحكومه في حوار. وشوف واخا يكون هذا الحوار غير بدي بعد اشاره جيده للمواطن ان هناك اجراءات ستتخذ. الضريبه المرجعيه الضريبيه ضروري تدخل فيها الان بدون ما تضر بالموارد الضروريه للخزانه، ما غاديش تضر بهم الا حققتي بعد التوازنات ونوعتي واجتهدتي في الاستثمارات. الحكومه تتفرج الان من طبيعه الحال ماشي كتفرج، ما تتردد، اقول تتردد في اتخاذ قرارات يعني جريئه في هذا المجال، تتردد في تبسيط المصادر الاداريه. كاين اللي يقول لي اش داك تكلم على المصادر راه ما عندهاش تاثير. المصادر الاداريه عندها تاثير على الغداء، عندها تاثير على المعيشه، عندها تاثير على التشغيل، عندها تأثير، لانها متعبه جدا. تخليق الحياه العامه بالزجري والضرب على وتخفيف من يعني مواجهه الفساد والرشوه وكذا سيعين الخزينه ديال الدوله ويعين المواطن للاجتهاد في محيطه وتحسين معيشته. ايضا الاستفاده الان من المشروع الملكي الكبير ديال تعميم التغطيه الصحيه، ما نساوش باللي راه عنده اثر كبير لان الفلوس اللي كتمشي في الصحه كثيره بزاف وصعيبه بزاف. فالاسراع بالتنزيل السليم والسريع والحكيم لهذا الورش الملكي من طبيعه الحال يخفف الوطأه وهكذا حوالي. طيب شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز الرماني. استاذ بدر الزاهر الازرق، قبل قليل ربما صندوق النقد الدولي حدث توقعاته للنمو للعام 2023 الى حدود 2.9%. لا ادري اذا كان الاقتصاد المغربي سيستفيد نسبيا من اعاده اطلاق الدوله الاقتصاديه في الصين والمعطيات الايجابيه لهذه الوضعيه. أكيد، فكل توقعات تشير إلى أن المملكة المغربية ستستفيد من هذه الحركية، ونحن نرى بأن توقعات بنسب نمو الاقتصاد المغربي لسنة 2023 هي في حدود 3.5% وهناك من يرفعها إلى حدود 4%، وبالتالي أظن أن هذه الحركية قد يكون لها انعكاس كبير، على الأقل قد تعوض ذلك الانخفاض في الطلب المتوقع من الأسواق التقليدية للمملكة المغربية خاصة السوق الأوروبية. وهنا يجب أظن على الحكومة أن تتنبه إلى هذا الأمر وأن تمضي في تنويع شركاء الاقتصاديين وتوثيق صلاتها خاصة مع الدول الأسيوية، شرق آسيا، الشرق الأوسط أيضا، وثم التوجه لما لا إلى أمريكا اللاتينية، والمضي أيضا في تطوير وتنويع علاقتها مع الشركاء الأفارقة، لأن هذا التنويع مستقبلا هو طوق النجاة، طوق نجاة الاقتصاد المغربي في حالة حدوث أزمات متشابهة. لأن حين تحدث أزمة مثل الأزمة الراهنة ليست كل الدول تعاني منها على قدم المساواة، هناك من تعاني منها بشكل كبير وهناك من تكون مستفيدة منها. مثلا حين نرى دول الشرق الأوسط، عدد كبير من الدول البترولية اليوم هي مستفيدة من هذه الأزمة، وبالتالي هناك حركة اقتصادية جيدة بالنسبة لهذه الدول، ويمكن للمملكة المغربية أن تستفيد أيضا من هذا الأمر. إذا تنويع الشركاء، الحركة الاقتصادية التي يتوقع أن تكون أكثر دينامية بالنسبة للصين وبالنسبة لعدد من الدول التي يتعامل مع المغرب، أظن سيكون لها انعكاس إيجابي على أداء القطاع الاقتصادي المغربي في مقابل تراجع أداء الأسواق التقليدية التي دأبت أو دأب المغرب أن يتعامل معها في الماضي. شكرا جزيلا لك أستاذ بدر الزاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد خبير في قانون الأعمال، ونشكر أيضا ضيفنا الأستاذ عبد العزيز الرماني خبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل هذه التوضيحات القيمة. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني mediantv.com وعلى منصاتنا الاجتماعية الرقمية وأيضا على تطبيق ميديا أنتيفي على هواتفكم الذكية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.